بصي سواء كانت البرنامج اللي انا منزله او الفريم ورك اللي انا منزله هو اللي كاتب ولا انا اللي كاتب ولا في حد تالت هو اللي جاي كاتب، المهم ان الكود المكتوب ده هيرن تمام ايا كان ايه هو مش قضيتي دلوقتي تمام كده؟ تمام. طيب الفكره عامه متكامله نقولها ازاي؟ استنى يا ولدي يا ريت تركز معايا في الشكل ده، الشكل ده بيلم يعني ايه ويب؟ يعني ايه ويب عموما بسميه كلاينت سيرفر اركتكشر، الفكره ما بين الكلاينت والسيرفر كلها عموما. انا عندي جهاز في البيت تمام ده بنسميه كلاينت. هبدا القصه كلها بكل كلمه مكتوبه فيا ريت تركزوا معايا. على الكلاينت هنا نازل براوزر، لازم يكون نازل عندك براوزر زي كروم، فايرفوكس، سفاري، ايا كان النوع اللي انت عايزه. تمام؟ بيطلع من جهازك ده حاجه اسمها اتش تي بي ريكوست. اتش تي بي ريكوست اتش تي بي اتش تي بي اس مش قضيتي، اللي هو هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، من خلال بروتوكول نقل البيانات او الملفات او النصوص على الانترنت. ريكوست ده الريكوست ده بيبقى مكون من مجموعه من المعلومات زي نيم اوف سايت، يعني مثلا جوجل دوت كوم، نيم اوف بروجرام ممكن تلاقي سلاش مثلا سيرش او سلاش مثلا ايميل او مش عارف كده يعني تمام، ممكن يكون مكتوب اسم البروجرام. ممكن كمان يبقى الريكوست ده شايل فاريبلز وديتا، كمان يبقى شايل فاريبلز وديتا، زي مثلا لو انت بتبحث هتلاقي حاجه اسمها كويري بيساوي والكلمه انت بعد كاتب اللي انت باحث عنها، فده اسمه فاريبل وديتا تمام. يعني لو رحنا كده على سبيل المثال تبسيط، لو دخلنا كده كتبنا على جوجل، دخلنا على جوجل تمام وقلنا مثلا هلو وورلد مثلا في كلام اي حاجه، هلاحظ ان هنا فوق تمام جوجل دوت كوم، او نجيب كده اكبر لكم هلاقي حاجات كتير، لكن هلاقي اتش تي بي اس دبليو 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 جوجل دوت كوم، ده كده بالنسبه لي سايت نيم. في عندي السيرش تمام، يبقى انا جوه السيرش ممكن نعتبر دوت، وهتلاقي هنا في حاجه اسمها ايه الحته دي مثلا، هتلاقي كيو اللي هو كويري اللي هو الاستعلام بيساوي هلو وورد، معناه ان انا ببحث على كلمه هلو وورد يعني تمام. وفي حاجات ثانيه دي كلها فاريبلز وفاليوز، يعني يو اكت خمسه مش عارف ايه كذا، الفيد كذا، اللي مش عارف الكلاينت او الاس كلاينت بيساوي كذا، يعني معلومات كتير. المهم قضيتي مش قضيتي، انا بقول ان هنا كل دول بالنسبه لي مع يعني كل دول بالنسبه لي فاريبلز وقيم تمام. ادي هو على استفهام، وادي فاريبل اسمه كذا كذا وبيساوي، وادي قيمته لغايه لما الاقي علامه امبرساند، ادي علامه الامبرساند ده ليه اند، وبعد كده الاقي سورس بيساوي ودي قيمه، بعد كده اند وحاجه اسمها اي اي بتساوي كذا 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 كذا، بعد كده اواء في حاجه اسمها كوير بيساوي هلو وورد، في حاجه اسمها او كيو بيساوي هلو وورد، في حاجه اسمها جي اس مش عارف ايه، كل واحد بقى ايه حسب ما بيحتاج تمام كده. هي الفكره بتاعت ان احنا في كرو في ريكوست، ريكوست نيم اوف سايت، نيم اوف بروجرام، فاريبلز وديتا تمام. هخش هنا على نتورك اي تي سي بي اي بي بقى، انترنت انترنت مش عارف ايه مش قضيتي، المهم دخلنا من خلال نتورك معينه او انترنت معين او شبكه معينه، هوب راح الريكوست لغايه لما وصل للسيرفر، يبقى طلعنا بريكوست رحنا على شبكه من النتورك دي، الريكوست عرف بالسيرفرات اللي انت بتطلب على سيرفر معين اسمه جوجل، او مش ياهو مش عارف ايه، لا راح على السيرفر بتاعك. ادي الريكوست بتاعك اهو راح للسيرفر، ادي الويب سيرفر بتاعك، لازم يكون في ويب سيرفر نازل على الجهاز على المكنه دي. المكنه دي هي سيرفر، لكن عشان تبقى ويب سيرفر لازم ينزل لها ويب سيرفر او فريم ورك تشغل ويب، تشغل موضوع ويب، مش اي سيرفر يبقى ويب سيرفر يعني. هتلاقي عليه مجموعه من الفايلز، يعني هو مش عنده فايل واحد، يعني اكيد مش موقع متكامل عنده صفحه واحده، فايلز طبعا انت ممكن تكون بتطلب فايل معين بتاع السيرش، واحد بيطلب فايل معين بتاع مثلا اي حاجه ثانيه، حاجه ثالثه، حاجه رابعه، فانت بينقلك من الفايل للفايل اللي انت عايز ايه ترنه.
السيرفر بقى هو اللي المفروض يقراه، هو اللي بيعرف يقراه. يعني لازم يكون السيرفر ده بيعرف يقرا الفايل ده، يعني الفايل ده المفروض دوت باي بايثون، لازم يكون السيرفر ده يكون بيفهم بايثون. لازم لو انا بشتغل اي اس بي دوت نت لازم بكتب مثلا بالسي شارب، يبقى لازم السيرفر ده يفهم السي شارب مثلا. اي اي اس هو سيرفر اسمه اي اي اس، اشهر سيرفر يعني في بتوع الاي اس بي. لو انا بي اتش بي مثلا لازم يكون السيرفر بيقرا البي اتش بي ده اللي هو زي مثلا ايه اباتشي مثلا، اشهر اباتشي ويب سيرفر. عندك مثلا لو انا بكتب بالجافا لازم يكون الويب سيرفر ده الانجن ده بيفهم جافا عشان ينفذ الكلام، زي مثلا جلاس فيش مثلا او توم كات الى اخره. خلاص على المهم في ويب سيرفر هنا في البايثون بقى. عندنا بقى مثلا زي جانجو، زي بيراميد، فلاسك الى اخره. تمام، انا طبعا دول الثلاثه الشهيرين، لكن انا بشوف ان شهرتهم بسبب عدم فهم. المهم يعني ادي السيرفر انجن اهو. طبعا ممكن يكون الفايل ده بيعمل كونكشن على داتابيس مواد، على مونجو داتابيس، على ماي سيكوال، على اوريان داتابيز، على اي داتابيز انا مش هضيفها، وبيقدر يعمل عليها عمليات، يكتب عليها ويرايت ويجيب منها، ويقدر ينفذ ويديليت وسيلكت ودليت وانسيرت وابديت، قصته بقى ماليش دعوه بيها، بيعمل عمليات. خد بالكم هنا الداتابيز جت مرحلتها فين؟ خلاص؟ الداتابيز جت مرحلتها فين هنا؟ على السيرفر. تمام؟ الفايلز دي مكتوبه بلغه برمجه زي ما قلنا، مكتوبه بجافا سكريبت، بتايب سكريبت، بايثون، بي سي شارب، باي لغه من الجافا، بي بي بي. اللي انا بقوله ده حاجه تنفع على اي حاجه ويب، كلاينت سيرفر اركتكشر ايا كان ايه هو. مش بايثون بس. تمام؟ بنتكلم على فكره الويب عموما. تمام؟ حلو، عرفنا الفايل مكتوب بايه، ولازم السيرفر انجن يكون بيسبورت اللانجوج دي. تمام، وبعدين بينفذ بقى العمليات اللي فيها ويفهم وبيعرف يتكلم بريز ويرد وي 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 وينفذ كل العمليات ويبدا يطلع ريسبونس. الريسبونس اللي رايح ريسبونس الرد، السيرفر نفذ كل العمليات وهيرد. الرد ده لازم يكون فيه كلاينت كود. كلاينت كود يعني كلاينت كود يعني اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت اللي احنا قلناها. طبعا ممكن اقول واحد بديل للجافا سكريبت، بديل اللي مش قضيتي، المهم ان دول الاساس. يعني كلاينت كود برضه كلاينت كود يعني البراوزر يقدر يفهم النتيجه اللي رجعت، يعرف يقراها. البراوزر يقدر يقرا النتيجه اللي رجعت. لو النتيجه اللي رجعت ما بيعرفش يقراها يبقى ما عملناش حاجه. في الاخر اللاعب مستني ده مش هيشوف نتيجه. تمام، فلازم الريسبونس النتيجه تكون عباره عن كلاينت كود. تمام، ممكن الكلاينت كود ده يكون جيسون، ولا هو اتش تي ام ال ولا سي اس اس ولا جافا سكريبت. تقول لي طب ما هو جيسون جافا سكريبت، اقول لك مظبوط، يعني الجيسون هو اصلا جافا سكريبت اول عن اخر. حلو جدا. المهم الريسبونس هيروح، يعني من الاخر ما ينفعش الريسبونس ده يكون في سي شارب او في جافا او في بايثون او في لغه من اللغات اللي هي السيرفر سايد، ما ينفعش. تمام، والا الكلاينت هنا في البراوزر مش هيفهم الكلام ده. مع ملحوظه ان بعض اللغات بتتكتب على السيرفر بتشتغل على السيرفر بتشتغل على الكلاينت. مش قضيتنا دلوقتي برضه الاختلافات دي. المهم رحنا زي جافا سكريبت هنا بتشتغل برضه سيرفر وبتشتغل كلاينت زي النود جي اس وكده. المهم الريسبونس رجع هيروح على النتورك يلف ويعرف فين الكلاينت ويراجع للكلاينت ادي الريسبونس يعني، فيرد عليك بالايه؟ النتيجه، فيحمل البيانات فتشوف النتيجه اللي انت عملتها. هل فهمت كل حاجه مكتوبه هنا ولا الكلاينت سيرفر اركتكشر ولا مش فاهمين الكلاينت سيرفر اركتكشر؟ الحوار ماشي ازاي ما بين السيرفر والكلاينت؟ كنا بنتكلم كلاينت وسيرفر وريكوست وريسبونس، حاجات اساسيه قوي عشان فاهمين الفكره العامه بتاعت الويب. في قصه مهمه في الويب، مش قصه مش بس موضوع البيانات. ففي سيرفر هنا لازم يقوم، مش كده شرحنا ايه ريكوست يعني ايه ريسبونس يعني ايه عملت التفسير دي كلها. هل الحته دي مفهومه يا شباب ولا محتاجه مننا اي توضيح؟ محمد ابراهيم بيقول مفهوم. مفهومه يا دكتور. تمام، وراني مفهومه. تمام، كويس جدا، كويس جدا، الحمد لله. حاجه كمان عايز اوضحها، والله هنا بقى هركز شويه معاكم على فكره الداتابيز.
الداتابيز. تمام؟ الداتابيز ممكن تكون على سيرفر والويب ابلكيشن يكون على سيرفر. تمام؟ وممكن يكون كمان عندي موبايل ابلكيشنز الناحيه الثانيه بتتكلم مع نفس السيرفر مع نفس الابلكيشن بتاعي مع نفس السكريبت، يعني من الاخر السكريبت بتاع البايثون هنا اهو. التير دي. تمام؟ والداتابيز عندي التير دي. يعني في اللاير دي للداتابيز هنا. وممكن على فكره الاثنين يبقوا على سيرفر واحد، يعني ممكن يكون سيرفر واحد ده الغالب احنا بنعمل كده ان السيرفر واحد يكون عليه الداتابيز والايه؟ والويب اب بتاعنا. زي ما هنعمل دلوقتي. مهم ان يكون في عندك كلاينت هنا، كلاينتس اللي هنا دي ممكن تكون كلاينت واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه لغايه كلاينت هنا. ايا كان العدد اللي هنا. سواء كانوا كلاينت موبايل اب او ويب اب، بس انا بتكلم على موبايل ويب داتابيز، ازاي الاثنين بيتعاملوا مع بعض. فالكلاينت هنا بيجي بيتكلم مع السيرفر، والسيرفر هو اللي بيكلم الداتابيز ويجيب من الداتابيز ويعرض للايه للكلاينت. ليه بقول الكلام ده؟ موبايل ويب داتابيز، ليه بتكلم كده؟ خد بالك احنا بنفتح فتحه هتوسع علينا الدنيا على الاخر. ليه بنقول كده؟ لان الموضوع بتاع ان السيرفر بتاعك ده اللي مكتوب فيه الابلكيشنز دي اللي هي بتاعت الويب ممكن تكون بتخدم على موبايل. وده عادي. مفيش حاجه يعني، ده الطبيعي. تمام؟ في عندك مستويات. في عندك مستويات. الموبايل بيكلم مين؟ بيكلم السيرفر. وبيتكلم بعد كده داتابيز. اديكم مثال. دخلت انت على الواتساب. تمام؟ انا دخلت على الواتساب دلوقتي. فتحت وتبعت رساله لمحمد مثلا السلام عليكم. ومحمد كان قافل الموبايل بتاعه خالص. تمام؟ المفروض ان البيانات طبعا لو انا قفلت يعني قفلت بعد شويه قفلت انا الانترنت او قفلت الجهاز نفسه. ومحمد فتح، محمد بيديله رسالة، صح؟ معنى كده إن الرسالة مش موجودة على جهازي ولا موجودة على جهازه. أقول تاني يا شباب وافهموها. لو مش فاهمينها قولوا لي استوضحوني، استوضحوني. أنا لما بعت رسالة كان هو قافل الموبايل. ما كانتش وصلته، وقفلت أنا جهازي. يعني جهازي وجهازه مقفولين تماما. شويه هو فتح جهازه والله قطع انترنت جات له الرساله فمعنى كده الرساله ما كانتش موجوده على جهازي ولا جهازه صح كده؟ مفهوم الفكره دي؟ تمام؟ لان هو لما بعت رساله رحت على السيرفر، السيرفر في كود مكتوب اخذت المعلومه وعملت لها انسيرت جوه الداتا بيس هي دي القضيه عملت لها انسيرت جوه الداتا بيس فضافت الايه؟ ان في مسج جايه من فلان الى فلان في الوقت الفلاني هو مش عارف ايه عليه لما الاخ ده فصل مش فارقه معانا اصلا لكن ده لما فتح اول ما فتح ها في معلومات عندك تخصني ما وصلتنيش اه في يوم جايب المعلومات الرسائل يوم بعتها يبقى لازم يكون في داتابيز لازم يكون في ويب ابلكيشن عشان هو اللي بيفهم ان الرساله لما بعت عمل انسيرت وبيفهم لما الجهاز تاني فتح يقدر يشوف هل في رسائل ليه فيعمل له جيت يعمل له بيجيب له سيلكت ويجيب له بيانات الرسائل ويبعتها له فاهمين الفكره؟ فمين اللي هيفهم يجيب البيانات ويبعتها له؟ ده كود بايثون. طب مين اللي هيفهم ان المسج جت جديده مسج عامل لها سيف جوه الداتا بيز؟ ده كود بايثون. والداتا بيز بتاعتك المخزن اللي بتشيل فيه القصه بتاعتك. والموبايل ابلكيشن شغال. السيناريو ده اتفهم؟ مهم جدا اللقطه دي. هو الويب ده الابلكيشن ده يا دكتور حاجه مش لازم تبقى ظاهره يعني يعني برنامج او حاجه مش ظاهره مش شرط تبقى ظاهره ولا ظاهره سؤالك حلو جدا على فكره ممكن يكون ويب ابلكيشن ظاهر ممكن يكون ويب ابلكيشن غير ظاهر يعني مثلا على الواتساب مثلا ممكن يبقى في ويب ابلكيشن ها بنخش على ويب دوت واتساب بيطلع لك الويب بتاع الابلكيشن صح ولا لا؟ موجود في واتساب ويب تمام صح ولا ايه؟ طب لو ما كانش في واتساب ويب ماشي الحال مفيش مشكله بس هنا الويب سيرفر هنا بقى بيقدم خدمات بس سيرفيس بنسميها سيرفيس هي مش لليوزر انترفيس مفيش يوزر انترفيس هي بس الموبايل بيكلمك وانا برد عليك وخلصنا مفيش ويب مثال شهير ما اعرفش انا المثال ده اكيد يعني قدم بس او اتغيرت معلوماته بس خلينا افكر معاكم
اوبر مثلا. اوبر انت بتنزل عندك موبايل وبتطلب، انت عندك ويب بتخش على ويب. طبعا انا عارف ان هم قاعدين ويب سايت دلوقتي، بس الويب سايت ده مش علاقه اصلا دلوقتي بالعمليات انت بتعملها صح؟ خش من الموبايل، موبايل ابلكيشن صح ولا لا؟ هم عندهم في سيرفر بياخد البيانات ويسيبها في الداتابيز ويعرض البيانات ويعمل مش عارف ايه قصه كده بيعملها صح؟ ان في ريكوست جه، الريكوست راح مش عارف ايه، طب شوف لي اقرب واحد ليه، طب ابعت له، في واحد مستنيه، طب اعمل، ويعمل عملياته بالكامل صح ولا ايه؟ تمام. هنا المفترض ان مفيش يوزر ويب يو اي، مفيش يو اي للويب، مفيش صح؟ صح. ممكن بعد فتره يقول لك ايه عايزين نحدث، ويبقى برضه لو هو ما عندوش الموبايل ابلكيشن يقدر يخش مع الويب يدخل يوزر نيم وباسورد معينين يلاقي برضه البيانات بتاعته ماشي الحال، لكن لو ما عملهاش مفيش مشكله اصلا لان المستخدمين بتوعهم كله بتوع الموبايل صح؟ تمام. يبقى كده في الحاله دي معناها ان ممكن يكون الويب ابلكيشن يكون ليه انترفيس وممكن ما يكونش ليه انترفيس، لكن في حاجه بتقوم بالوظيفه بتاعت الانترفيس دي اللي هي الموبايل تقصد؟ اللي هو بياخد الطلب يعمل ريكوست، اللي هو بياخد الحاجه يوديها ويجيبها. يكون الويب سيرفر موجود. تمام. سواء كان ليه انترفيس او ملوش انترفيس، مش قضيتنا في الانترفيس. تمام. تمام حضرتك. حلو جدا. يعني ممكن يكون الكلاينت ده كلاينت موبايل، ممكن يكون الكلاينت ده ويب، ممكن يكون الكلاينت ده ويب. تمام. خلونا ناخد كيس ستادي كده تكون فيها الافكار كلها متجمعه كده قدام بعضها عشان نشوف المنظر الكبير يعني. او لا خلينا الاول نتكلم على الاي بي اي. خلينا نتكلم هنا على فكره بس الاي بي اي دي مهمه الاول قبل ما نتكلم على الكيس ستادي كامل ماشي؟ عشان بس اخصص حاجه للموبايل ابلكيشن كده. الموبايل ابلكيشن سواء كان اندرويد او اي او اس او اي حاجه ثانيه بيعمل ريكوست لحاجه اسمها اي بي اي، لما يكون بيتكلم مع سيرفر بيعمل ريكوست لحاجه اسمها اي بي اي، واحنا عارفين يعني ايه اي بي اي الحمد لله عندنا عليها. اللي هو يو ار ال معين نسميه اند بوينت بيرجع لي ديتا او ببعت عليه ديتا معينه، صح كده ولا ايه؟ ريكوست بريكوست اي بي اي. لازم يكون في عندي ويب سيرفر هنا. ويب سيرفر ده اللي اي اس بي، بي اتش بي، بايثون، لجافا، نود جي اس، ايا كان الايه؟ السيرفر. ده بنسميها اي بي اي وساعات بنسميها ويب سيرفيس. تمام؟ الويب سيرفيس دي مش ليها انترفيس. مش ليها انترفيس، مش شرط يكون ليها انترفيس، يعني مش شرط يكون ليها يو اي معروض فيه اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت وكلام من ده وشويه وبانر والصوره، مش لا مش لازم اصلا. مش لازم. ليه؟ انا بقدم خدمه بس، خدمه بس. طلب اعمل لك عمليه وارد عليك بالنتيجه وخلصنا. الويب سيرفر ده ممكن يعمل ريكوست على داتا بيز، يجيب ديتا، يعمل عمليات، ينسيت، يابديت ديتا ويرد على الموبايل. معلش انا بتكلم عن الموبايل شويه كتير لان هو دلوقتي الشغل كله يعني. بس فعليا من غير ويب مفيش حاجه، مفيش يعني موبايل ابلكيشن يعني الا حوالي يعني 10% او 5% من الويب من الموبايل ابلكيشنز هي اللي من غير ويب. هي من 5 ل 10% بس في الموبايل ابلكيشنز كلها في حوالين العالم اللي مش محتاجه ويب. غير كده الكلام ده كلام اساسي. فاهمني؟ يعني ايه الموبايل ابلكيشن اللي ما بيكونش بيتكونكت على الانترنت زي ايه؟ زي مثلا موبايل ابلكيشن بتكتب عليه بس نوتس مثلا. بتكتب نوتس انت ولا محتاج سيرفر ولا سايت ولا داتابيس خارجيه، لا كل حاجه على الموبايل على قدك بس وخلاص. ولا بتشير المعلومه مع حد ولا اي حاجه، انت بس في الموبايل ابلكيشن بتاعك وخلاص. ده اللي مش محتاج ولا ويب سيرفر ولا يبقى فيه انترنت ولا ده مثلا. ده مثال. ماشي؟ طيب هل الفكره دي مفهومه يا شباب؟ اللي قدام عينيا دي موبايل